antidote administered. هناك فعلا قصة كبيرة مخفية عن الشعوب تعتمد على تكنولوجيات وعلوم هائلة حصلوا عليها نتيجة قيام ألمع العقول المبدعة بأبحاث ودراسات دامت عدة عقود من الزمن، وجلها لها جذور في تاريخنا وحضاراتنا القديمة. هذه الأدمغة الإنسانية المميزة، علماء ومخترعين وفيزيائيين تم استغلالهم لصالح جهات شريرة قامت بتسخير العبقرية الإنسانية الخلاقة من أجل أهداف ضيقة لا تخدم الإنسانية إطلاقاً. أشهر ما تسرب من التجارب السرية التي أقيمت في حينها كانت تجربة اختفاء السفينة الحربية الريج في العام 1943 في إحدى موانئ فيلادلفيا الحربية، وكان حادث الاختفاء غير متوقع من قبل القائمين على التجربة. وبعد الاقتراب من السفينة للكشف عن طاقمها كانت الصدمة في انتظارهم. وجدوا أن قسم من البحارة كانت أجسادهم متداخلة مع جسد السفينة، اختلط اللحم مع الحديد وقسم منه اختفى تماما لا أثر له، أما البحارة الباقين فكانوا فاقدي العقل، أصبحوا مجانين واضطروا بعدها لوضعهم في مصحات عقلية. لقد انتقلت السفينة من حالة زمنية ومكانية إلى حالة أخرى مختلفة تماما، فالبحارة الذين أصبحوا مجانين كانوا يدعون بأنهم انتقلوا إلى العام 3600 في المستقبل. بالرغم من عدم واقعية هذه الرواية، بالإضافة إلى عدم وجود أي اعتراف رسمي بها، إلا أن الحكومة الأمريكية اعترفت في إحدى الفترات بأنها تقوم بتجارب عملية تعتمد على نظريات الفيزياء الكمية في مختبر بروك هافين، بالإضافة إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية قامت بتجارب حول تكنولوجيات تهدف إلى مراوغة الرادارات. ويجب أن لا ننسى أن السوفييت قد طوروا هذه التكنولوجيات أيضاً، فقد توصلوا إلى التكنولوجيات تجعل الطائرات تختفي من شاشات الرادار. كان مشروع فونكس في مختبر بروك هافن يعتمد على تكنولوجيات سرية مصادرة من مختبرات ألمانيا النازية، بالإضافة إلى تلك التي وجدها نيكولا تيسلا، وجميعها تبحث في مواضيع غريبة عجيبة كالتحكم بالعقول مثلا. وقدم تقرير للكونغرس الأمريكي في إحدى الفترات أوائل الستينيات يحتوي على ما توصلت إليه من نتائج، لكن الكونغرس أصدر أمرا مفاجئا بإغلاق هذا المختبر فورا، لكنه افتتح من جديد في أواخر الستينيات بعد اغتيال الرئيس كينيدي. رغم عمليات الطمس والتكذيب التي قامت بها الحكومة الأمريكية، بالإضافة إلى بعد هذه الروايات عن الواقع الذي نألفه، إلا أنه يوجد حقائق ثابتة تشير إلى وجود شيئا من ما قرأناه. فبالإضافة إلى اعتراف الحكومة رسميا
بأنها قامت بأبحاث مختلفة على تكنولوجيات سرية في العام 1943، لكنها لم تعترف بحادثة اختفاء السفينة، وهذا لا يمكن إثباته. نجد ما يؤكد حادثة الاختفاء من خلال ما صرحه طاقم سفينة مدنية تسمى أندرو فورثوسيث، حيث ادعوا بأنهم شاهدوا فعلا سفينة حربية ظهرت أمام أعينهم في سواحل نورثفولك فيرجينيا، ثم اختفت بعد دقائق معدودة. واعترفت الحكومة أيضا في أيام كينيدي بأنها أقامت تجارب حول الفيزياء الكمية، التحكم بالعقول، وغيرها من تجارب وأبحاث في مختبر بروكهافن خلال فترة مشروع فونكس الذي قام كينيدي بإغلاقه. والعالم ألبرت أينشتاين صرح بمناسبات عديدة عن إقامة الحكومة لأبحاث مختلفة حول التحكم بالحالة الزمنية والمكانية، اعتمادا على نظرياته النسبية ونظريات أخرى سرية، وقد عمل معهم في بعضها خلال الحرب العالمية الثانية. هناك موقع سري آخر أثار جدلا كبيرا في السنوات الأخيرة، هذا الموقع يسمى المنطقة 51، يقع على بعد 90 ميلا جنوبي لاسفيغاس. ورغم ضخامة هذا الموقع والصور العديدة التي اتخذت له، إلا أن الحكومة لا زالت تنكر وجوده من الأساس. وقد نال هذا الموقع شهرته الواسعة بعد أن ظهر أحد العاملين السابقين فيه اسمه بوب لايزار على إحدى البرامج التلفزيونية في العام 1989، وصرح بأنه عمل في ذلك الموقع، وكانت مهمته هي دراسة إحدى الصحون الفضائية الطائرة المأسورة. هناك الكثير من التسريبات التي قام بها العاملون في ذلك الموقع، وجميعها تؤكد وجود كائنات فضائية لا زالت على قيد الحياة. تابع معنا الجزء الرابع في حلقاتنا المقبلة من سلسلة شاهد العالم من خارج المصفوفة. Antidote administered.